لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في قناة بني سويف التعليمية مع مراجعة اللغة العربية كتاب الأيام، يقدمها أحمد عبد الفتاح موجه أول اللغة العربية بإدارة بني سويف التعليمية. أولا كتاب الأيام، نبدأ بالسؤال الأول: الكتاب من أي فنون النثر ينتمي هذا الكتاب ولماذا؟ مقدمة من أساس الكتاب، ويمكن أن تأتي فيها أسئلة كهذا السؤال: إلى أي فنون النثر ينتمي والأدب ينتمي هذا الكتاب ولماذا؟ بينتمي هذا الكتاب إلى فن السيرة الذاتية، وهو فن مثل الشعر والرواية والقصة القصيرة، فن نثري. لأنه قصة حياة مؤلف يرويها بنفسه معتمدا على ذاكرته، ولا تقوم على الخيال وحده، وإنما ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع وحياة الكاتب، سيرة ذاتية عن شخصيته وعن حياته يكتبها. السؤال الثاني: ما دوافع المؤلفين إلى كتابة سيرهم الذاتية؟ ما دوافع المؤلفين إلى كتابة السيرة الذاتية؟ لماذا يكتب الكاتب سيرته الذاتية؟ إن دوافع المؤلفين للكتابة الحنين إلى الطفولة، ذكرياته الطفولة يريد أن يعبر عنها، الرغبة في تقديم مثال يحتذى أو يحتذي به الشباب، يكون مثال لغيره ليتعلموا منه ويحتذوا به، تعبير عن تحدي العصر ومقارنته بالماضي، الرغبة في مراجعة النفس والتاريخ. دي الأسباب التي تدفع المؤلفين إلى كتابة سيرهم. نذكر بعض الأمثلة للسير الذاتية في الأدب العربي. لدينا أمثلة أخرى غير كتاب الأيام. من هذه الأمثلة: الأيام للدكتور طه حسين، إبراهيم الكاتب دي لعبد القادر المازني، عودة الروح، وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم. ما أبرز خصائص أسلوب طه حسين؟ نجد أن أسلوب طه حسين يتميز بعدة مميزات، منها اللغة الإيقاعية والموسيقى الرنانة والجمل القصيرة، الاعتماد على السمع والحواس الأخرى غير البصر، طبعا لأنه كان كفيف البصر، استخدام ضمير الغائب غالبا لإضفاء نوع من الموضوعية على قضية ذاتية. قد يأتي السؤال: علل. استخدم الكاتب ضمير الغائب في التعبير عن سيرته الذاتية، تكون الإجابة لإضفاء نوع من الموضوعية على قضية ذاتية. 4. يميل إلى الإطناب وتكرار بعض العبارات للتأكيد. الإطناب هو زيادة اللفظ عن المعنى. نبدأ في الجزء الأول من كتاب الأيام. السؤال الأول: كان السياج الذي يقع أمام الدار مصنوعا من الحديد أم القصب أم الخشب أم الأسلاك؟ الإجابة طبعا كان مصنوع من القصب، عيدان القصب، نوع من النباتات. كان الصبي يحب الخروج بعد الغروب، لماذا؟ للاستمتاع بالهواء النقي، ولا للعب مع أصدقائه، ولا للجلوس مع إخوته، ولا لسماع صوت الشاعر؟ الإجابة كان يريد أن يستمع إلى صوت الشاعر، سماع صوت الشاعر الذي يغني. كان الصبي يتخيل حجرته مليئة باللعب، الكتب، العفاريت، الأثاث. هل اللعب ولا الكتب ولا العفاريت ولا الأثاث؟ كانت عندما يأتي الليل يتخيل أنها مليئة بالعفاريت حوله في كل مكان. كان الصبي يستيقظ في الصباح عندما يسمع صوت النساء يغنين، ولا يسمع صوت الفجر، جيم عندما توقظه أم، دال يسمع والده يقرأ القرآن، لصوت النساء يغنين وقد ملأنا الجرار وعدنا من بعد من ملأوها بالماء.
السؤال الخامس، علل. كان الصبي يحسد الأرانب، كان يحسد الأرانب لأنها تستطيع تغطي السياج وتمرق إلى الجانب الآخر. كان الصبي يكره أن ينام مكشوف الوجه، علل. لماذا كان الصبي يكره أن ينام مكشوف الوجه؟ حتى لا يعبث به عفريت من العفاريت التي تخيل أنها تملأ عليه حجرته. كان الصبي لا يبكي حين تضع أمه سائلا في عينه، علل. كان الصبي لا يبكي رغم الألم الشديد الذي كان يشعر به حتى لا يكون شكاء بكاء مثل أخته الصغرى. الإجابة حتى لا يكون شكاء بكاء مثل أخته الصغرى. السؤال بعد ذلك، علل. كان الصبي يتمنى أن تبتلعه سمكة من أسماك القناة، الإجابة حتى يجد في بطنها خاتم سليمان فيحقق له الذهاب للشاطئ الآخر من القناة. لماذا كان يريد أن يذهب للشاطئ الآخر؟ هل يمكن أن يكون سؤال آخر؟ ليرى بعض العجيب التي سمع عنها. سؤال، كانت القناة تمثل عالما مختلفا بالنسبة للصبي. كيف كانت القناة تمثل عالما آخر؟ يتصورها إيه؟ لأنه يظن أنها تعمر بكائنات غريبة، منها التماسيح التي تزداد الناس، والمسحورون الذين يعيشون تحت الماء، والأسماك طوال العراض وغيرها، والمسحورون هم خطر على الأطفال وعلى النساء وعلى غير ذلك. كذا كان يتخيلها. كان الصبي يخشى الاقتراب من شاطئ القناة، علل. كان يخشى الاقتراب من شاطئ القناة لوجود مخاطر هناك مثل دار العدويين التي يحرسها كلبان لا ينقطع نباحهما من جهة، وخيام سعيد الأعرابي المعروف بشره وامرأته كوابس، فكان يعرف أن هناك أخطار حول القناة. سؤال، زين، علل. تعجب الكاتب من ذاكرة الطفولة، تعجب الكاتب من ذاكرة الطفولة، إيه مصدر العجب في هذا الأمر؟ تعجب الكاتب من هذه الذاكرة لأنها تتذكر بعض الأحداث بوضوح تام، بينما تمحى منها أحداث أخرى كأن لم يكن بينه وبينها صلة. هناك أشياء يتذكرها بدقة وأشياء أخرى لا يتذكرها مطلقا. سؤال آخر، علل. نجح الصبي يوما ما في عبور القناة لأن أحد إخوته حمله على كتفه وعبر به، فدخل حديقة المعلم وأكل من شجر التوت والتفاح وقطف له النعناع والريحان. أحد السنوات سأل ماذا أكل من الشجر، دخل الحديقة وأكل من شجر التوت والتفاح وقطف له النعناع والريحان. سؤال آخر، كان الصبي 7 13 من أبناء أبي أم 7 15 من أشقائه أم 5 11 من أشقائه أم الأولى والثالثة؟ اختر الإجابة الصحيحة. الإجابة إنها كانت الأولى والثالثة. كان 17 من أبناء أبي، بين كل الإخوة هو رقم 17، وكان 5 11 من أشقائه. خامس. السؤال الذي يليه، الإشفاق من إخوته كان مشوبا بإخوته، كانوا يشفقون عليه، كان مشوبا أي مخططا بالإهمال، الغلظة، الازدراء، الحنان. اختار الإجابة الصحيحة جيم، كان مشوبا بالازدراء، نوع من عدم الاهتمام أو الاحتقار. سؤال، كان الصبي يحس من أمه رحمة رأف ورحمة ورأفة به، إهمالا ونفورا جيم، إشفاقا وخوفا، احتياطا وتحفظا. الإجابة رحمة ورأفة، كان يشعر من أمه بالرحمة والرأفة تجاهه. كان الصبي يشعر أن له مكانة عادية أم كبيرة أم قليلة أم خاصة بين إخوته جميعا، كان يشعر بأن
له مكانة خاصة، يشعر بأن له مكانة خاصة. الإجابة دال. السؤال التالي: المكافأة التي نالها الصبي لحفظ القرآن أنه لقب ب، بعد أن حفظ القرآن لقب ب لقب الواد سيدنا الشيخ للرجل، طبعا أنه لقب بالشيخ، لقب بالشيخ. السؤال التالي: رأى الصبي أنه لم يكن جديرا بلقب شيخ بسبب تسميته بالواد، حافته وهيئته، صغر سنه، ذهابه للكتاب. الإجابة: سبب ذهابه للكتاب، عندما عاد للكتاب مرة أخرى مستحقة لكلمة شيخ. سؤال آخر: اليوم المشؤوم الذي مر به الصبي هو يوم المشؤوم كان يوم فشله في قراءة القرآن أمام والده وصديقه. سؤال آخر: بعد فشل الصبي أمام والده وصديقيه لام سيدنا، كان يلوم سيدنا لأنه أهمله أم عقبه أم ضربه أم عاتبه، طبعا لام والده لأنه امتحنه، ولام نفسه لأنه نسي القرآن، ولام سيده لأنه أهمله في والحفظ. سؤال: أصبح الصبي جديرا بلقب شيخ في نظر سيدنا لأنه أخذ جبة من والدي الصبي، ولا حصل من والده على أموال كثيرة، ولا لأنه حفظ القرآن حقا وتلاه أمام والده، ولا لأنه انتصر على الشيخ الآخر؟ الإجابة طبعا نال لقب الشيخ من سيدنا لأنه حفظ القرآن وتلاه كسلاسل الذهب، وبيض وجه سيدنا أمام والده. سؤال: تعهد الصبي أمام سيدنا أن يتلو القرآن يوميا، ويتلو من القرآن يوميا أربعة أجزاء، خمسة أجزاء، ستة أجزاء، سبعة أجزاء. الإجابة: ستة أجزاء، خمسة أيام في الأسبوع هي أيام عمل الكتاب، وبالتالي 30 جزء اللي هو القرآن كاملا. سؤال: كان موقف العريف من وديعة سيدنا له، سيدنا كلف العريف بعمل أودعه وديعة، العريف قبل الوديعة أو الإهمال أم التفريط أم التهرب؟ كان موقف العريف هو القبول قبل أن يراجع لطه حسين ستة أجزاء من القرآن كل يوم. انقطع الصبي عن الكتاب لأن العريف أغضبه، أم الطريق كان شاقا عليه، أم لأنه حفظ القرآن حفظه للقرآن قد تم، أم لأن فقيها آخر أصبح يختلف إلى البيت؟ انقطع الصبي لأن فقيها آخر أصبح يختلف إلى البيت، الشيخ عبد الجواد. أطلق الصبي لسانه في سيدنا والعريف، المقصود بهذا التعبير أطلق لسانه في سيدنا والعريف أنه أثنى عليهما كثيرا، أم ذكر عيوبهما وسبهما، أم أذاع سر أسرارهما، أم أعاد ما حفظه منهما؟ طبعا هو أطلق لسانه يعني أتى إليهما، فعندنا ذكر عيوبهما وسبهما. الدرس الذي علمه الصبي بعد العودة للكتاب مرة أخرى: ألا يقسم أمام أحد، ألا يحترم كلمته، تعلم الثقة في النفس، تعلم احتياط في اللفظ. أكيد طبعا أنه تعلم احتياط في اللفظ حتى لا أنه سيعود إلى الكتاب مرة أخرى. سؤال: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. فرح الصبي لأنه سيسافر للقاهرة للدراسة بالأزهر. الإجابة طبعا إجابة صحيحة. قطع الصبي عن الكتاب لأن والده لم يستطع دفع أموال لسيدنا، طبعا أو خطأ، عبارة خاطئة. تفوق الشيخ عبد الجواد عليه حقيقة. إجابة صحيحة.
كان سيدنا يرسل الطلاق والأيمان إرسالا وهو كاذب، عبارة صحيحة في نظر الصبي طبعا. أم الصبي كانت تضحك منه وتحر سيدنا على النيل منه، صحيح. توسل سيدنا لدى معارف الشيخ من أجل أن يعيد الصبي للكتاب، بالفعل كان يريد أن يعود حتى لا ينتصر عليه الشيخ عبد الجواد. تأجل سفر الصبي مع أخيه للأزهر لأنه كان مريضا، إجابة غير صحيح، خطأ، جملة غير صحيحة. أشار أخ الصبي عليه أن يقضي السنة في قراءة كتابين، ابن مالك ومجموع المتون، إجابة عبارة صحيحة. أعجب الصبي بالكتابين لأنه سينال المكان والتقدير من الناس بسببهما، فعل صحيح. هنا يمكن أن يكون السؤال علل لماذا أعجب الكتاب الصبي بالكتابين، لأنه سينال المكان والتقدير من الناس بسببهما. نأتي إلى سؤال جديد. كان للأخ الأزهري منزلة كبيرة عند أهل القرية، فما مظاهر ذلك؟ أخوه الأزهري الأكبر منه، تمثلت هذه المنزلة في الاهتمام في حديث الناس عنه قبيل مجيئه بشهر، شرب الأب كلامه شربا وترديده للناس بفخر وإعجاب، توسع أهل القرية إلى إليه أن يلقي لهم درسا في التوحيد أو الفقه، رغبة أبيه في أن يلقي على الناس خطبة الجمعة، اختيار خليفة للعلم والعلماء في يوم المولد النبوي، كل هذا هذه دلائل على مكانته ومنزلته واهتمام النبي في القرية. السؤال التالي: العلماء في القاهرة يحفل بهم الرفيقون أم تلاميذهم فقط؟ أم جميع الناس أم زملاؤهم؟ العلماء في القاهرة لا يعرفهم إلا تلاميذهم فقط لاتساع المدينة ولكثرة العلماء. سؤال آخر: قارن بين موقف الناس من العلماء في القاهرة وفي الريف، موقف الناس من العلماء في القاهرة وموقف الناس من العلماء في الريف. نجد القاهرة لا يحفلون بالعلماء، لا يبدون أي اهتمام بهم، بينما الناس تجل العلماء وتحترمهم في الريف. في القاهرة لا يعرفونهم لاتساع المدينة على القاهرة، طبعا في القرى معروفون لقلة عددهم، لا يعرفهم في المدينة وفي القاهرة إلا تلاميذهم، في الريف طبعا يعرفهم أهل القرية والقرى المجاورة. سؤال جديد: القانون الذي ذكر الكاتب أنه يسري على العلماء بين القاهرة والريف، ما القانون الذي يسري على العلماء؟ ذكر الكاتب أن القانون الذي يسري عليهم هو قانون العرض والطلب، العرض والطلب. سؤال جديد: وصف الصبي أهل الريف من وجهة نظره بأنه خبثاء ببسطاء، جيم علماء، دال مكر أذكياء، وصف أهل الريف بأنهم دال مكر أذكياء. كان كاتب المحكمة الشرعية يقلل من فقه الإمامين مالك والشافعي بسبب بعدهم عن الحق ولا مخالفته لمذهبهم ولا تشددهم في آرائهم ولا لحقده عليهم، كان يقلل من فقههم لمخالفته لمذهبهم، كان هو صاحب المذهب الحنفي، كان صاحب مذهب آخر. اشتهر العالم الشافعي بصفة البخل، التقى والورع، جيم الحقد، دال التواضع. العالم الشافعي كان معروفا بالتقى والورع. سؤال آخر: يرى العالم الخياط أن العلم الصحيح هو العلم اللدني أم الديني أم الأزهري أم الغربي؟
عالم الخياط أحد علماء القارئ كان يرى أن العلم الصحيح هو العلم اللدني الذي لم يقرأ فيه كاتب من كتاب أو يتعلم من أحد. نأتي إلى سؤال جديد، علل حال كاتب المحكمة الشرعية الحنفي المذهب بين الشاب الأزهري وصعود المنبر ليخطب الجمعة، يعني منع كاتب المحكمة الشرعية الشاب الأزهري من صعود المنبر لخطبة الجمعة، لماذا؟ بسبب حقده لانتخاب هذا الشاب خليفة في هذا العام. سؤال، ما موقف الصبي من العلماء وكيف يراهم؟ رأي الصبي في العلماء أنه أولا أخذ منهم علما مختلفا متناقضا ساهم في تكوين عقله، كان يرى أنهم فطروا أي خلقوا من طينة نقية غير بقية الناس، كان يجل العلماء ويحترمهم ويرى أنهم خلقوا من طينة غير طينة البشر العاديين. سؤال، بما وصف دكتور طه حسين فلسفة نساء القرى ومدن الأقاليم في زمانه، لماذا؟ وصفهم بأنها فلسفة آثمة وعلم ليس أقل منه إثما. نساء القرى لا يعرفون بالطب لأنها فلسفة لا تعترف بعلم الطب أو الطبيب، وكان دليله على هذا الكلام أنه هو نفسه فقد بصره بسببها، بسبب هذا الأمر، وأهملت أخته ولم يفلت أحد أو التفت أحد لشكواها حتى توفيت. هم لا يهتمون بالطباء أو بالعلم. ما أثر وفاة أخيه على نفسيته وسلوكه؟ نعلم أن أخته قد توفيت، ثم أخوه طالب الطب أو الذي كان يستعد لطلب لدراسة الطب، فتأثرت نفسية الصبي، مال إلى الحزن وعرف الأحلام المروعة وعرف الله حقا وحرص على التقرب إليه بالصلاة والصدقة وتلاوة القرآن والدعاء له. ننتقل أيضا إلى مراجعة الجزء من الكتاب. كان الصبي حزينا عند سفره للقاهرة لأنه سيفارق حضن أمه، أم سيترك اللعب واللعب مع أصدقائه، سيسافر بدون أخيه لوفاته، ولا حزين لفراق الكتاب وسيدنا؟ الإجابة، كان الصبي حزينا عند سفر القاهرة لأنه سيسافر بدون أخيه الذي يركض في الجانب الآخر من النيل بعد أن توفي. السؤال، الفرق بين خطيب الأزهر وخطيب المدينة هو أن خطيب الأزهر يدعو كثيرا أم يطير في الخطبة كثيرا، بارع وقوي الأسلوب، ضخم الصوت وفخم الرآت؟ الإجابة، كان خطيب الأزهر ضخم الصوت وفخم الرآت والقفات، أما الخطبة فلم تكن تختلف في شيء عن خطبة المدينة التي كان يسمعها في بلاده. سؤال آخر، ضع علامة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الصبي لم يصدق أو يكذب خبر سفره للقاهرة مع أخيه عندما قال له إنك ستسافر استعد للسفر في هذه المرة، لم يصدق ولم يكذب ولكنه انتظر حتى جاء اليوم الذي يسافر فيه. عرف والد الصبي شيخ الفقه لأنه كان يعمل معه في الإقليم، عبارة صحيحة، الذي كان يقوم بالتدريس لأبنائه. كان والد الصبي يطلب من ابنه أن يقرأ كما يقرأ شيخ النحو. إجابة غير، الإجابة هنا غير صحيحة. شيخ الفقه كان يريد أن يقرأ ابنه كما يقرأ شيخ الفقه وليس شيخ النحو. سؤال، قرر الصبي في أول سنة له في الأزهر أن يدرس الفقه والنحو والتوحيد والتجويد، الأدب والبلاغة، القرآن والشريعة. قرر الصبي في أول سنة الفقه
النحو. السؤال: كانت ابنة الكاتب التي تحدث عنها في الفصل الحادي عشر، كانت ابنة الكاتب في السن السادسة أم السابعة أم الثامنة أم التاسعة؟ كانت في سن التاسعة من عمرها. سبب بكاء ابنة الكاتب بعد سماعها قصة أوديب أن أباها كان كفيفا مثله، أنه يحتاج للمساعدة، أن أباها فقير، أن أباها لم يهتم بها. فما سبب بكاء الطفلة عند سماع قصة أوديب ملكا؟ السبب أن أباها كان كفيفا مثله، أن أباها كفيف مثل أوديب. علل: رفض الكاتب أن يحكي حقيقة طفولته وصباه لابنته، كفاصيل طفولته وصباه حتى لا يخيب أملها فيه ولا تحزن أو تضحك منه قاسية لاهية. سؤال: كان الكاتب ينظم الأكاذيب لوالديه عندما كان يعود إلى القرية ويسألونه عن أحواله، كان ينظم الأكاذيب رفقا بهما وحتى لا يحزنهما، حتى لا يحزنهما. سؤال: نعلل اعتراف الكاتب بفضل زوجته عليه. اعترف الكاتب بفضل زوجته لأنها حولت حياته إلى نعيم وأمل وغنى وصفاء وسعادة. سؤال: تناقض مظهر الصبي مع حقيقته، تناقض مظهر الصبي مع حقيقته، وضح ذلك. مظهر الصبي: كان الصبي في تلك الفترة يبدو نحيفا شاحب اللون أقرب الفقر منه إلى الغنى، هكذا وصف نفسه ابنته. تقحمه العين في عبايته القذرة وطاقيته المتسخة وقميصه الذي سقط عليه الطعام حتى تحول وحال لونه، هكذا كان مظهر الصبي. حقيقته كان في دليله حقيقته جدا، وفتح الجبين مبتسم الثغر مقبلا على العلم، لا يتألم ولا يتبرم، لا يظهر ميلا إلى الله. سؤال: في الطريق بين البيت والأزهر، الجزء الثاني، في الطريق بين البيت والأزهر كان الصوت الذي يستحي أن يسأل عنه الصبي هو صوت الباعة تنادون في عنف، قرقرة الشيشة، النساء وهن يختصمن، صوت العربات المارة؟ كان يستحي أن يسأل عن صوت قرقرة، عرف بعد ذلك أنه قرقرة الشيشة. الطبقة الأولى من البيت كان يسكنها طلاب العلم، العمال، الباعة، العمال والباعة معا. هذه الطابق الأول من البيت كان يسكنه العمال والباعة معا. علل: كان الصبي لا يستطيع أن يحصي درج السلم في البيت الذي يسكنه، يصعد ويهبط، ولكنه لم يحفظ أبدا عدد درجات السلم لكثرة ما تراكم عليه من التراب وعدم تعهده بالنظافة، عدم نظافة السلم. سؤال: قارن الصبي بين مجلسه في غرفته وبين مجلس أخيه، لماذا؟ لما ليوحي بالامتيازات التي يحصل عليها أخوه. كان مكان أخيه ومكانته أفضل في ما يفرشه وما ينام عليه في البيت. سؤال: علل ارتبط الصبي بصوت الببغاء المحبوس الذي لا يكف عن الصياح، كان صوته دائما في أذنه لأنه يذكره بنفسه وبكف بصره، كانت دائما تصيح لأنها جائعة. علل أحس الصبي بالغربة في طوره الأول، ما هو الطور الأول؟ الصبي كانت له ثلاثة أطوار سنسأل عنه. الطور الأول كان غرفته، الطور الأول كان في غرفته. أحس الصبي بالغربة في غرفته من الرابع لأنه لا يعرف ما اشتملت عليه من الأثاث والمتاع ومن الهواء الثقيل الذي كان يتنفسه فيها،
فلم تكن أفضل حالا من غيرها. علل: كان الصبي مشرد النفس يشعر بالخزي في طوره الثاني. ما الطور الثاني؟ الطريق بين البيت والأرض. كان الصبي مشرد النفس يشعر بالخزي في طوره الثاني لأنه كان عاجزا عن أن يلائم بين مشيته الحائرة ومشية صاحبه المهتدية العارمة. صاحبه يسير به بسرعة وهو لا يعرف كيف يسير. سؤال: علل. كان الطور الثالث الأزهر أحب الأطوار إلى نفسه، أحب أطوار حياته. كان الأزهر لأنه الطور الذي كان يجد فيه راحة وأمنا، وكان يشبه قبلات أمه الحانية، وقد ذهب إليه طلبا للعلم. إذن عندنا ثلاثة أطوار إذا سئلنا عنهم: هي غرفته، ثم الطريق بين البيت والأزهر، الطور الثالث وهو أحب الأطوار كان الأزهر. علل: أثرت جملة والحق هدم الهدم في الصبي. هذه أثرت في نفسه جدا وانغصت عليه حياته وأرقته لغير ليلة، أرقته كثيرا لأنها كانت غريبة على أذنه، كان لا يعرف معناها وكان يريد أن يتوصل إلى المعنى الحقيقي له. علل: كان إجلال الصبي لمادة أصول الفقه يزداد من يوم لآخر. كان يحب هذه المادة أصول الفقه لأنه كان يسمع أخاه وأصحابه يطالعون كلاما غريبا لا يفهمه، ولكنه كان حلو الواقع على نفسه فكان معجبا بهذا الكلام رغم أنه لم يكن يفهمه. علل: كان الصبي معجبا بالأزهر وصلاة الفجر. عندما يذهب مبكرا للأزهر كان يجد فيه أن الأزهر كان يبقى هادئا والحديث في أحاديث الناس يتهامس بها أصحابه وأصوات السماء في الدروس هادئة فاترة، وهذا على العكس وقت الظهيرة أصوات عالية وجلبة وصياح داخل الأزهر. السؤال الذي يليه: كان أسلوب العنعنة الذي يتبعه الشيوخ يعجبه، يرفضه، يجذبه، يشوقه. كان أسلوب العنعنة، هو كان يرفض أسلوب العنعنة في الأحاديث، تروى الأحاديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العنعنة ما كان لم يقبلها. الذي قال: أثارت العلم بحر لا ساحل له. سمع هذه العبارة وكانت يرددها من وقت لآخر. الذي قال هو والده أم أخوه الأزهري أم سيدنا أم شيخ الفقه؟ كان سمعها من والده: العلم بحر لا ساحل له، وهو كان يتمنى أن يلقي نفسه في هذا البحر ويعب منه من العلم الكثير. كانت عبارة والله أعلم تؤذن به، تعلن عن يعني بدء الدرس أم انتهاء الجدال أم انتهاء الدرس أم فهم الدرس. هذه الجملة كان يرددها الشيوخ في انتهاء بعد انتهاء الدرس، في نهاية الدرس يقول الشيخ هذا والله أعلم. علل: كان الصبي يرغب في مشاركة أخيه وأصحابه في مجلسه. كان يستمع إليهم في غرفتهم وهو جالس وحده في غرفته، كان يريد أن يشاركهم في مجلسه كي يلبي حاجة عقله من العلم، يستمع إلى ما يقولونه هو وما يدرسونه من العلم، وحاجة أذنه من الحديث يأتنس بهم، وحاجة جسمه من الشاي، شاي الذي كان يتمنى أن يذهب معهم ليشرب منه. سؤال: لم علل لم يطلب الصبي مشاركة أخيه وأصحابه في مجلسه. طب لماذا لم يطلب ذلك من أخيه أن يذهب ليشاركهم؟ لأنه كان أبغض شيء عنده أن يطلب من أحد، وكان يكثر العافية والبقاء في مكانه، كان دائما يفضل البقاء في مكانه ولا يريد أن يطلب من أحد شيء. كان الصبي يشعر بالراحة عند سماع أذان العشاء في جامع بيبرس. ما السبب؟ كان يشعر بالراحة.
أنه يثير في نفسه أملا بأن أراه سوف يقبل بعد قليل ويضيء المصباح ويطرد وحدة المنكرة والظلام الذي كان يجلس فيه انتظار قدوم أخيه. سؤال: الصوتان الغريبان اللذان سببا له الأرق عند الهجر سببهما ما هما؟ كان سببهما الأصدقاء إيه؟ التاجر الفارسي أم أخوه النائم أم الحاج علي الرزاز؟ صوتان غريبان يسمعهما عند الفجر كان لصوت الحاج علي الرزاز، الرجل الذي كان يتاجر في القرص ولذلك لقب بالحاج علي الرزاز. كانت العلاقة بين الحاج علي وشباب الأزهر تتسم بالفطور والضعف أم التعاون أم المودة القوية أم الأخوة؟ كانت العلاقة هي علاقة المودة القوية بينهم. كان طلاب الأزهر يحبون الحاج علي الرزاز لأنه يخرجهم من طور العلم والله أم لأنه ينفق عليهم أم لأنه يساعدهم في الدراسة أم لأنه يقضي لهم حاجاتهم؟ لأنه كان يخرج طور العلم والجد إلى الله يوم الجمعة. كان يوم الجمعة بالنسبة لطلاب الأزهر مع الحاج علي هو يوم السفر إلى قراهم أم الدراسة والقراءة أم كان يوم البطون أم كان يوم الراحة واللعب؟ يوم الجمعة كان يسمى يوم البطون، إعداد الطعام في الصباح ثم يجمعون الأموال والقروش للغذاء وإعداد طعام الغداء. سؤال آخر: كان رأي الصبي في الحاج علي أنه رجل كريم جواد أم عالم فقيه أم متكلف صنع وقور ومهاب؟ يرى أنه متكلف ومتصنع لأنه يظهر صفات ويقول عكسها، يتصف بالتقوى والورع وغير ذلك، يتظاهر بذلك بينما كان يطلق لسانه ويقول أقوالا لا ترضي الصبي. كيف انتهت علاقة الحاج علي طلاب الأزهر؟ هذا الرجل ظل معهم فترة ثم تفرقت جماعتهم وذهب كل منهم إلى طريقه وتركوا الربع، قلت زيارتهم له ثم انقطع ثم تناسوه ثم نسوه حتى علموا بموته، حزنت قلوبهم ولم يبلغ الحزن أعينهم. وكان آخر ما نطق به الحاج علي هو كما قيل لهم دعاؤه لأخيه الصبي. سؤال: كان طلاب الربع يضيقون بكتب الأزهر لأنها لا تسير العصر ولا لتأثرهم بالإمام الأستاذ الإمام محمد عبده أم لصعوباتها وعدم وضوحها ولا لأنها غالية الثمن؟ كان طلاب الربع يضيقون بكتب الأزهر لتأثرهم برأي أستاذهم الإمام محمد عبده كان يرشدهم إلى كتب أخرى. كان طلاب الربع يقدرون الشاب الأزهري، كان معهم شاب أزهري تظاهر معهم بالدراسة والجلوس معهم لأنه كان يساعدهم في شراء الكتب وسداد الديون أم كان يحفزهم على العلم أم كان يشرح لهم ما لا يفهمونه يقربهم من شيوخ الأزهر؟ طبعا لأنه كان ميسور الحال فكان يساعدهم في شراء الكتب وسداد ديونه. هذا الشاب الذي كان الشاب الأزهري يرد أي شاهد إلى بحر، كان إذا ذكر أمامه بيت من الشعر وطلب أن يقول هل هو من أي بحر فكان يقول دائما أنه من بحر الخفيف أم الغافر أم الطويل أم البسيط، أي بيت شعر كان يرد إلى بحر البسيط وزن من أوزان الشعر، فكانوا يضحكون منه ويسخرون لأنه لا يعرف في العروض إلا بحر البسيط. علل:
خروج الأستاذ الإمام محمد عبده من الأزهر بسبب محنة سياسية، بسبب آراء سياسية وغيرها، فخرج الإمام محمد عبده من الأزهر وانقطع حزن الطلبة لرحيله. سؤال علل انقطاع الصلة بين الطلاب والشاب الأزهر. انقطعت الصلة بينهما لأنه أفشى أسرارهم لخصومهم، أفشى الأسرار للخصوم فانقطعوا عنه. كان أول أستاذ صبي في الأزهر معروف حبه الشديد لأكل اللحم ولا للقراءة والاطلاع، أم للنوم أم للغناء. أول أستاذ كان محبا لأكل اللحم، هكذا وصفه الطحين. سؤال: نادى أحد الممتحنين على صبي للامتحان بقوله: أقبل يا شيخ، تعال يا بني، أهلا وسهلا، أقبل يا أعمى. لما دخل للجنة الامتحان ناداه أحد الممتحنين بقوله: أقبل يا أعمى. كل ما من الامتحان سعيدا مسرورا، أم كان غاضبا وحزينا، أم كان راضيا ساخطا، أم كان مضطربا وخائفا. عندما انتهى الامتحان كان شعوره أنه راضيا راض ساخط. راضي لأنه انتسب إلى الأزهر والتحق به، وكان ساخط لأن الامتحان لا يدل على انتساب أحد للأزهر أو أنه كان يليق بالأزهر في ذلك الوقت. إلى هنا انتهت هذه المراجعة للقصة من مقدمتها حتى الفصل السابع في الجزء الثاني. أتمنى لكم التوفيق والنجاح.